كلها الآن بالشفاء. ما أشهى التفاحة وما أجمل لونه! قال ثامر ذلك وقد لمعت عيناه، وراحت شفتاه تغالبان لعابا كاد ينساب بينهما، ثم تناول تفاحة من قفة كان والده قد وضعها على طاولة بالمطبخ، وبعد أن مسحها برفق وحملق فيها بشراهة هم بقدمها بأسنانه، لكنه سرعان ما تراجع احتراما لإشارة صدرت عن والدته التي كانت في تلك الآونة بصدد الرد على مكالمة هاتفية. عاد ثامر الثمرة الجميلة الشهية إلى القفة دون أن يفهم ودون أن يلح على أمه، ثم أسرع إلى غرفته وجلس أمام الحاسوب يتسلى بلعبته المفضلة، وفي خاطره سؤال: وما هي إلا لحظات حتى أحس بأمه تربت على كتفه في رفق وتناوله التفاحة مرفوخة بقبلة دافئة وهي تقول: كلها الآن بالشفاء والصحة، فقد غسلتها لك. نظر ثامر إلى أمه في حنو شاكرا فضلها، وراح يتلذذ طعم التفاحة وهو يردد: فهمت الآن. عندئذ أضافت الأم: التفاح يا عزيزي لذيذ ومفيد للصحة ككل ما أنعم به الله علينا من ثمار، لكنه مضر إذا أكلته دون أن تغسله. أكتشف من القائل كلها الآن بالشفاء إلى من توجه بالخطاب، لماذا؟ القائل هو الأم وقد توجهت به إلى ابنها كي يأكل التفاحة. أتفاعل مع النص. لم يفهم ثامر في البداية السبب الذي جعل أمه تنهاه عن أكل التفاحة. أقرأ ما يدل على ذلك في النص. عاد ثامر الثمرة الجميلة الشهية إلى القفة دون أن يفهم ودون أن يلح على أمه: لماذا لم تأمر الأم ثامرا بغسل التفاحة حين هم بأكلها؟ أقرأ القرينة المناسبة في النص. لم تأمر الأم ثامرا بغسل التفاحة حين هم بأكلها لأنها كانت منشغلة بمكالمة هاتفية، وبعد أن مسحها برفق وحملق فيها بشراهة هم بقدمها بأسنانه، لكنه سرعان ما تراجع احتراما لإشارة صدرت عن والدته التي كانت في تلك الآونة بصدد الرد على مكالمة هاتفية. كان ثامر يأكل التفاحة وهو يردد: فهمت الآن. ماذا فهم؟ فهم ثامر سبب منع أمه له بترك التفاحة وعدم أكلها. أبدي رأيي. ما رأيك في معاملة الأم لابنها ثامر؟ لماذا؟ معاملة الأم لابنها ثامر معاملة جيدة لأنها تعير له اهتماما كبيرا حتى وهي في قمة انشغالها.